أعلنت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين مامضة عن الشروع في صرف التعويضات لفائدة الفلاحين المتضررين من الجفاف ابتداء من يوم غد الجمعة فاتح أبريل عوض شهر يوليوز كما كان معتادا في السابق. وذكرت التعاضدية ضمن بلاغ توصلت به الجرائد أنها قامت بإنجاز عمليات الخبرة المتعلقة بالإعلان عن الخسائر في المناطق المتضررة من الجفاف خلال شهر فبراير بهدف تسريع عملية التعويض. وأشارت التعاضدية الفلاحية إلى أنها تقوم حاليا بإتمام التقارير التقنية والمادية التي تم استكمالها بالصور المأخوذة عبر الأقمار الصناعية أو الطائرات المسيرة، وتهم التعويضات التي ستصرفها للفلاحين المتوفرين على تأمين 100% من الرأسمال المؤمن عليه. وقررت الجهة ذاتها اتخاذ إجراءات إضافية لدعم الفلاحين، منها منح تسهيلات لأداء الفلاحين المتضررين من أجل تمكينهم من مباشرة الموسم الفلاحي المقبل في وضعية أفضل، وتوزيع جزء من الفائض في شكل رديد تعاضدي استثنائي لفائدة الفلاحين الشركاء. ويشمل التأمين الفلاحي في المغرب حوالي 1,000,000 هكتار برأس مال يناهز 1 مليار درهم. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. يمكنكم أيضا تصفح قائمة فيديوهات القناة لاكتشاف المزيد من الأخبار. إلى اللقاء.